ومن بغداد ينضم إلينا مباشرة أستاذ العلوم السياسية أياد العنبر. أهلا بك أستاذ العنبر، كيف تابعتم الاعترافات التي أدلى بها قاتل هشام الهاشمي؟ البعض يقول أنها ربما خلت من اسم الجهة المسؤولة عن الاغتيال. يعني حقيقة هذه المثلبة الكبرى على قضية أنه تسويق موضوع جريمة كأنها جريمة عادية وليس أو جنائية تتعلق بأهداف قد تكون غامضة، وهي ليست جريمة تتعلق باغتيال شخصية عامة له الكثير من المواقف المتعلقة بمحاربة الإرهاب وفي فترة تنظيم داعش الإرهابي كتابة وقولا ومشاركة مع صناع القرار، والكثير من التداعيات حتى حدثت بأن الحكومة تتخلى عن يعني حماية أو متابعة قتلة مثل هكذا شخصية. يظهر الموضوع بطريقة ممكن وصفها بالعادية جدا، جريمة عادية جدا قد تتعلق بقضايا عشائرية أو قد تتعلق بها بعد أخرى، لأنه لم يتم تثبيت الجهات. ثانيا يعني السيناريو حتى يكون مكتملا بقضية الإقناع للرأي العام يجب أن يكون إخراج الاعترافات الأخرى الشخصيات التي كانت موجودة. ثالثا هنالك الكثير من اللغط عن هذا الموضوع، على سبيل المثال يعني أصبحنا الآن مستهدفين من قضية، إذا كنا في السابق نشكو من قضية قوى لا دولة وجماعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة، فيبدو أن القتل ينفذ بأدوات الدولة بسلاح الدولة ولكن بأشخاص خارجين عن الدولة. هذه مفارقة خطيرة جدا حقيقة. وإذا كان هنالك التزام باتجاه صحوة نحو متابعة الكثير من الملفات فيجب أن يكون هذا جرس إنذار. إذا كان هنالك يعني اكتمال للصورة بقضية اغتيال الشهيد هشام الهاشمي، لكن حقيقة التفاصيل كانت بحاجة إلى إقناع أكثر ولإثبات أكثر بأن هذا الموضوع هو ليس موضوعا عاديا وإنما موضوع الكثير من المؤسسات الدولية الكثير من الدول حقيقة اهتمت بهذه الجريمة ولم تكن جريمة عادية حتى يتم تسويقها بهذه الطريقة. أستاذ إياد، يعني أكثر من سنة لحين تم الكشف عن هوية القاتل، لماذا تأخر كل هذه المدة وما هي الأسباب؟ يعني حقيقة هذه المعلومات متضاربة. عندما تحدث الناطق باسم الحكومة في تلك الفترة أحمد ملا طلال عن أن هنالك خيوط وأن هنالك تفاصيل وأن البعض هربوا، لم تؤكد الحكومة في ذلك الوقت. يعني يبدو أن هنالك توقيتات معينة اختارتها الحكومة. أنا إذا أردنا أن نميل إلى نظرية المؤامرة وغيرها، هي محاولة لإشغال الرأي العام كما للتغطية عن ما يحدث حقيقة من تردي نتيجة تراكمات الفساد والفشل كما حدث في حادثة الناصرية. يبدو أن هذه التكتيكات في استخدام مثل هكذا حدث لإشغال الرأي العام قد تكون هي استراتيجية المتبعة بهذا الموضوع. أيضا قد يكون أن لا سيما أن الحديث عن ليس الاعتقال كامل حتى نقول أنه أوراق الجريمة اكتملت أو مقوماتها وأشخاصها وكان هنالك بالانتظار أن تكتمل يعني جميع الإجراءات والتحقيق. بهذه الحال هل نستطيع اعتبار هذه الاعترافات التي بثت اليوم على أنها خطوة على طريق إنهاء حالة الإفلات من العقاب؟ هذه قد تكون الإفلات من العقاب الدعوة التي يطلقها صحفيين بارزين وناشطين والتي تتوارد على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تكون من بين أهم نتائجها وثمارها هو ما حدث اليوم. الضغط باتجاه أن يكون هنالك محاسبة ومعاقبة بدأت تتضح حقيقة، وبدأت الحكومة تكون مسؤولة عن مواجهة الجمهور بشأن هذه القضايا. على هذا الأساس أعتقد أن الاستمرار بمثل هكذا قضايا من خلال مطالبة الجمهور ومطالبة الناشطين ومطالبة الصحفيين بمتابعة مثل هكذا ملفات قد يكون هو السبب الرئيسي في الاستجابة، وهذا منجز ممكن أن يحسب لهذه الحملات للحكومة التي تأخرت كثيرا في مثل هكذا نتائج. الأستاذ إياد العنبر أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك.